السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض سيكشن 10 مادة تي 215 A. السيكشن هنا بتتكلم على ال 2G، يعني احنا في سيكشن 9 اتكلمنا على ال 1G عيوبها ومميزاتها. هنا هيبدأ يتكلم معانا على الجيل الجديد اللي هو بيعتبر اسمه أو المشهور باسم ال GSM اللي هو الديجيتال سيستم. طبعا أول حاجة لازم نعرفها، وهنا بيقول the capacity of GSM system was increased compared with the analog system. يعني أول حاجة لازم نعرفها إن سعة الشبكة الجي اس ام زادت بالمقارنه بالجيل الانالوج سيستم. الانالوج سيستم ده اللي هو المقصود به الجيل الاول، تمام. هنا بعد كده بيقول طيب هما قدروا يعملوا الكلام ده ازاي، يعني قدروا يزودوا في سعه الشبكه ازاي. انتوا لو فاكرين في السكشن اللي فاتت كنا بنقول ان اقصى عدد من المستخدمين في كل خليه كان 1000 مستخدم، لما كنا بنقول الاب لينك والداون لينك، وان المكالمه الواحده كانت بتاخد تقريبا 25 كيلو هرتز وسعه القناه 25 ميجا، فقسمناهم على بعض طلع 1000 يوزر. فهنا بيقول لا، احنا عندنا هنا في الجيل الجديد الموضوع مختلف شويه، او الجي اس ام الشبكه الجديده الموضوع مختلف شويه. هنا بيقول سيبريت يوزرز، يعني كل مستخدم ار الوكيتد انديفيديوال تايم سلوت، كل مستخدم بياخد حاجه اسمها تايم سلوت. ايه قصه التايم سلوت دي؟ هنعرفها مع بعض، تمام. احنا في الجيل اللي فات لو تفتكروا كان كل مستخدم او كل مكالمه بتتم كان بياخد المكالمه بتاخد تردد تتكلم بيه، ترددين، واحد تتكلم بيه واحد تسمع بيه، تمام. يعني كل مكالمه مميزه بالتردد بتاعتها. هنا واضح ان كل مكالمه مميزه بحاجه اسمها التايم سلوت، وهنعرف يعني ايه التايم سلوت، تمام. التكنيك اللي تم استخدامه في الجيل ده بيسموه تايم ديفيجن مالتيبل اكسس، زي التكنيك اللي كان في الجيل الاول كان اسمه فريكوينسي ديفيجن مالتيبل اكسس، هنا بقى اسمه تايم ديفيجن مالتيبل اكسس. ولذلك الجيل الاول بيتم تمييز كل مكالمه بالفريكوانسي، اما الجيل الثاني بيتم تمييزها بكل مين؟ تايم سلوت. وهنعرف ايه قصه التايم سلوت. ريمايندر، ده بيفكركم، بيقول لكم ريمايندر ان الفريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس ده الفريكوانسي باند واز ديفايدد، يعني الترددات المتاحه في الشبكه كلها كانت مقسمه الى قنوات ايتش كارينج وان انالوج تليفون سيجنال، وكل واحده منهم بتشيل مكالمه واحده ات اني وان تايم في اي وقت. طيب ايه قصه الجيل الجديد؟ لو هتفتكروا برضو حاجة، احنا قلنا ان كل مكالمة كانت في الجيل الاول بتحتاج ساعة من القناة الكبيرة، بتحتاج ساعة 25 كيلو هرتز، والقناة كلها كانت 25 ميجا، تمام. فهنا بيقول the frequency band was divided into individual channels. نفس الفكرة ان هنا هو عندنا في الجيل الثاني، سوري هنا احنا هنا هو this system also divide up the allocation of band of radio spectrum using a number of carrier frequency. يعني الجيل الجديد اللي هو الجيل الثاني او 2G او GSM بيقسم برضو سعة الترددات اللي عنده مجموعة من الترددات اللي هو حامل الإشارات عشان يحمل المكالمة. ولكن احنا كانت كل مكالمة في الجيل الأول تقريبا 25 كيلو هرتز، هنا بقى كام كل مكالمة؟ قال but in this case the carrier are separated. هنا بقى قناة الاتصال بقت زيادة شوية، وسعت شوية، وسعوها، تمام، more widely بكام؟ يعني by 200 كيلو هرتز in the case of GSM. يعني كل قناة اتصال بتشيل مكالمات بقى حجمها، بدل ما كانت بتشيل مكالمه واحده حجمها 25 كيلو هرتز، بقى حجمها القناه الواحده 200 كيلو هرتز. 200 كيلو هرتز دي اللي تشيل مكالمه واحده يعني؟ لا، ال 200 كيلو هرتز دي هتشيل اكتر من مكالمه زي ما هنشوف دلوقتي، تمام. الجيل ده بيقول ان تي دي ام اي سيستم ايتش يوزر ماست جيت بوست تايم سلوت اند كارير فريكوانسي. طب انا ملخبط دلوقتي، انت بتقول لي الترددات زي الجيل الاول، اه. هنا المكالمه كل مكالمه هناخد فريكوانسي تردد اشتغل بيه وحاجه اسمها تايم سلوت، وده الجديد. يعني الجديد بالنسبه لي ان انا هاخد تردد اشتغل بيه، بس هاخد حاجه جديده تميزني اسمها تايم سلوت زي ما هنعرفها during the call، طوال المكالمه، and then reallocated to different user. وبعد كده باخد التردد والتايم سلوت ده لما بخلص مكالمتي ويتم اعطائهم الى مكالمه جديده to different reallocated، يتم اعطائهم to different user لمستخدم تاني when the original user have terminated their call، لما يكون المستخدم الاولاني انهى مكالمته. يبقى كده في الجيل الاول عشان نفهم برضو. الجيل الاول انا كنت عامل زي المكالمه تاخد تردد تشتغل بيه، خلصت التردد تعطي لي الشبكه والشبكه تديه لاي مستخدم تاني. الجيل التاني كل مكالمه بتاخد تردد وبتاخد حاجه كمان اسمها تايم سلوت، واول ما بقفل المكالمه بسلم التردد وبسلم التايم سلوت. جميل. السؤال بقى، هو انا القناه دي اللي هي 200 كيلو هرتز بتشيل كام مكالمه؟ قال ان كل قناه هتشيل 8 مكالمات، 8 مكالمات، تمام. الرسمه دي رسمه توضيحيه مش اكتر. القصه وما فيها ان انا عندي كل 200 كيلو هرتز تردد، يعني كل 200 كيلو هرتز كتردد هيكون جواهم 8 مكالمات. ايه ده؟ يعني 8 مكالمات ليهم تردد واحد؟ اه، ال 8 مكالمات ليهم تردد واحد،
بعكس الجيل الاول اللي كل مكالمه كانت فيها ليه تردد. طب ايه اللي يميز وازاي؟ وهل مش هيتداخلوا الاشارات بينهم وبين بعضهم؟ لا مش هيتداخلوا. ليه؟ لان كل الثمان مكالمات اي نعم ليهم نفس التردد، ولكن مختلفين في مين؟ في حاجه اسمها التايم سلوت. ايه قصه التايم سلوت دي؟ هنشوفها دلوقتي حالا. بيقول ان الفريكوانسي او ال 200 كيلو هرتز دي بتتقسم 8، هي المفروض 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 وهكذا. يعني كل قناه اتصال هيكون مقسمه، او كل 200 كيلو هرتز متقسمه 8. اللي هيحصل كالتالي، هي هتبقى عامله زي الدور، كل واحد بيجي عليه الدور اثناء المكالمه. يعني ايه؟ يعني بيبدا يقسم ما بين الثمان مكالمات اجزاء، يعني بياخد جزء من اول مكالمه وجزء من ثاني مكالمه وجزء من ثالث مكالمه وهكذا. اوضحها لكم برسم، تعالوا نرسمها مع بعض توضح القصه شويه. تمام، تعالوا نشوف كده مثال. مثلا انا هنا عندي مثلا ادي ال 200 كيلو هرتز، هنا دول 200 كيلو هرتز، حلو. وفي كم مكالمه شغاله؟ المكالمه الاولى، المكالمه الثانيه، المكالمة الثالثة، المكالمة الرابعة، المكالمة الخامسة، السادسة، السابعة، وادي الثامنة. دول كم مكالمة؟ دي كول 1 كول 2 وهكذا لغاية المكالمة رقم 8. طبعا في 8 بيتكلموا، اكيد في 8 الطرف الثاني بيستقبلوا مكالمات، يعني زي ما انا بتكلم اكيد في الطرف الثاني، ودي الشبكة اللي هتنقل الداتا بتاعتنا. اللي هيحصل كالتالي، ان الشبكة نقلتنا كلنا في تردد واحد، يعني فريكوانسي واحده، سيم فريكوانسي. الفريكوانسي بتاعتنا كلنا مثلا هنقول 200 كيلو هرتز، 200 كيلو هرتز، حلو قوي، كلنا ترددنا 200 كيلو هرتز. طب ايه التايم سلوت دي؟ هيبدا يقسم الزمن ما بيننا. يعني ايه؟ يعني هروح جاي اعمل كده اهو، هياخد اول جزء، طبعا ده زمن، اوكي، يعني بيقسم، احنا مكالمه شغاله وعلى مدار الزمن، هياخد اول جزء من اول مكالمه ويروح مدخله جوه الشبكه ويركب اول جزء، يبقى دي اول جزء من المكالمه رقم واحد، وياخد الجزء الاول برضو من المكالمه الثانيه ويركبه هنا، بقت الجزء الثاني او الجزء الاول من المكالمه الثانيه، وياخد الجزء ده من المكالمه الثالثه ويركبهم هنا سي 3 وهكذا لغايه ما اوصل لغايه كام؟ لغايه ما اوصل لغايه اخر اللي هو اخر جزء اول من المكالمه الاولى. كلهم دول دخلوا التشانل. طب وبعدين يبدا ياخد الجزء الثاني من المكالمه الاولى، يعني لو تعتبرت ده الجزء الاول، الجزء الاول، الجزء الاول، الجزء الاول، تمام، يبدا بعد كده يرجع ياخد ثاني من المكالمه الاولى، بس ياخد منها مين؟ الجزء الثاني بتاعها، المكالمه الثانيه، الجزء الثاني بتاعها، وهكذا. طبعا ده على مدار الزمن، اوكي. ايه ده؟ يعني انا مكالمتي بتتقطع على مدار الزمن؟ طب ما انا كده الصوت يقطع. لا، ما هو الكلام ده بيحصل بسرعه جدا لدرجه ان محدش بيحس. انا باخد في مثلا، هنعتبر الثانيه بتتقسم 100 جزء، الثانيه الواحده بتتقسم 100 جزء، فال 100 جزء دي متوزعه على الثمان مكالمات، فكل واحد بياخد دوره، جزء مكالمته يتم نقلها على التشانل. طبعا دي بتبقى طوابير بقى، ما احنا المكالمات شغاله طوابير، وتوصل لغايه الطرف الثاني. طب الطرف الثاني هيعمل ايه؟ هيعمل فلتره. فلتره ازاي؟ يعني مثلا دي المكالمه رقم واحد، دي المكالمه الاولى، ده اللي هو ده بيكلم الشخص ده، تمام؟ الراجل ده هياخد الكول الاولى من كل جزء، يعني ياخد الجزء الاول من المكالمه الاولى، الجزء الثاني من المكالمه الاولى، الجزء الثالث من المكالمه الاولى، وهكذا، ويبدا يسمعه عادي جدا، كل ده في قناه واحده، كل ده في قناه واحده. يبقى هنا نجحوا ان في تردد واحد يقدروا ينقلوا 8 مكالمات، الفاصل الزمني، يعني الفاصل ما بين كل مكالمة ومكالمة هو التايم سلوت أو الزمن بتاعهم. جميل؟ ده بالنسبة للجزء اللي هو إزاي قدروا في قناة واحدة بتردد واحد قسمناهم عن طريق حاجة اسمها التايم سلوت، كل واحد بيكون ليه تايم سلوت زي بالدور كده، وتبدأ تتجزأ المكالمات بالشكل اللي إحنا شفناه. هو هنا بيدي مثال، ده في السندنج أهو بيتركب، بس هو مدي مثال بس على أساس إنها من 1 ل 3، هي من 1 ل 8 المفروض، تمام؟ طب عند الاستقبال قال كل مكالمة بتاخد الأجزاء بتاعتها، يعني واحد ياخد واحد ياخد واحد ياخد واحد ياخد واحد اتنين وهكذا، فلترة، تمام؟ فهنا حتى بيقول مثلا الرسمة الأولى دي samples from different signals interleaved on a regular basis، يعني عينة بس الاختلاف بينها الانترليفد، انترليفد يعني فاصل زمني، تمام؟ on a regular basis بفاصل زمني ثابت. البي ده بقى ايه؟ samples from one signal can be picked up،
العينات دي بيتم التقاطها وتوصيلها للطرف الثاني عشان الراجل يسمع المكالمة عادي جدا وكأن مفيش أي عملية تقطيع. جميل. هنا بيقول something similar to what is shown in figure 3.7، يعني حاجة شبه اللي بتحصل في الرسمة دي happens in GSM، ده بيحصل في GSM except حاجة واحدة اللي احنا قلنا عليها، there are كام time slot؟ 8 separate time slot، 8 مش 3 بس. اوكي، these 8 time slot transmitted sequentially، بيتم ارسال التايم سلوت sequentially بالترتيب for 8 separate user، 8 بيتكلموا و8 بيستقبلوا، وده اللي بيكون لنا حاجة اسمها ال TDMA frame، ودي مهمة جدا جدا جدا. ايه بقى قصة ال TDMA frame؟ يعني بالعربي كده من 1 ل 8 الجزء ده كده بيسموها TDMA frame، فيها كم جزء من مكالمة؟ 8 أجزاء من 8 مكالمات. تمام، الجزء ده مهم جدا 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 جدا، وجات عليه أكتر من سؤال وهنشوفها في المراجعات. يعني البلوج ده جاء عليه سؤال مرة في الفاينل وكان ماثيماتكس وبس، سهل جدا مفيهوش أي حاجة. الرسمة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي من 1 ل 8 دي TDMA frame، مش ده هنا كان بيقول TDMA frame؟ ادي الفريم يا سيدي، الفريم فيها 8 أجزاء من 8 مكالمات. طيب المعلومات اللي هنا كلها مهمة وحفظ. Each GSM time slot، كل time slot مدته الزمنية 577 مايكرو سكند. كل time slot يعني كل مربع من المربعات دي مدته الزمنية 577 مايكرو سكند. المايكرو احنا عارفين المايكرو ب 10 أس سالب 6، تمام؟ يعني في 3 أصفار قبل الأرقام دي، يعني 0.000577 ثانية. متخيلين جزأوا الثانية كام جزء؟ المهم، and contain more than simply a data of each individual signal. والتايم سلوت الواحد مش بس فيه داتا، ده فيه حاجات كتير. طب فيه ايه محتوياته؟ هو اخد زي مقطع كده تشريحي اللي هو التايم سلوت الرابع، تمام، وبدا قال لنا هو ايه فيه ايه اللي جواه. اولا التايم سلوت الواحد اللي هو ده او اي واحد منهم it comprises a total of 148 بت، كل واحد من دول حجمه 148 بت، ما هي اشارات ديجيتال. من ال 148 114 مخصصة للصوت، مهم قوي الكلام ده يا جماعة، 114 للصوت، يعني من 148 114 مخصصة للصوت، والمتبقي طبعا voice or other data، يعني ال 114 للvoice و other data. تمام، the rest المتبقي، هو المتبقي ده كام؟ are used for variety of control purposes، للأغراض التحكم الأخرى. طب كام يعني؟ هطرح هقول 148 ناقص 114 تطلع معايا تقريبا 34، يبقى the rest اللي هم ال 34 بت مالهم؟ are used for a variety of control purposes. السؤال جالهم ايه في الامتحان؟ السؤال جالهم كالتالي، قال لهم اولا ال TDMA frame تمام مدتها الزمنيه قد ايه؟ ال TDMA frame انا عندي التايم سلوت الواحد اللي هو الواحد من دول ب 577، يبقى ال TDMA فريم كله كام؟ ال TDMA فريم كله هاخد الرقم ده واضربه في 8 يطلع معايا بكام؟ ب 4.6 مللي سكند. تمام؟ طيب هي ال TDMA فريم الداتا اللي فيها تقريبا قد ايه كلها؟ او بتحمل توتال بيتس كام؟ توتال TDMA فريم 148 في 8. طب ممكن تقول لي الفويس واذر داتا بيشغلوا قد ايه في ال TDMA فريم؟ الفويس 114 للواحد، يبقى ليهم كلهم 114 في 8. تمام؟ طب الكنترول بيربزس للواحد فيهم كام؟ الكنترول بيربزس 34. طب الكنترول بيربزس للتي دي ام اي فريم كام؟ 34 في 8. ده السؤال اللي جه قبل كده وهنشوفه مع بعض في المراجعات باذن الله. تمام؟ يبقى تاني مره زي ما قلنا ان كل واحده من دول بنسميها تايم سلوت، الثمانيه مع بعض اسمهم تي دي ام اي فريم، ما ننساش عشان الاسماء مهمه. التايم سلوت الواحد زمنه 577 مايكرو سكند. التي دي ام التايم فري التايم سلوت الواحد بيحمل اجمالي 148 بت، منهم 114 للصوت والداتا و34 لاغراض التحكم كنترول بيربز. تمام، ده اللي بيسموه تي دي ام اي فريم، والواحد منهم تي دي ام اي او تايم سلوت، الواحد منهم تايم سلوت. بيقول as with 1G كما هو الحال في الجيل الاول different frequency band are used for the uplink and downlink. احنا الجيل الاول كان عندنا قناتين، واحده uplink للارسال وواحده downlink للاستقبال، نفس القصة الأبلينك والداونلينك عندنا برضو. And so as individual user has a time slot in frame sent in uplink and time slot in the frame sent in downlink. هيبقى عندي time slot في الأبلينك و time slot زيها في الداونلينك بالظبط. كان هنا بيدي مسألة بس ايه للتوضيح، بيقول assuming هنفترض ان في إشارة راديو بتتحرك بسرعة 3 في 10 أس 8 هي سرعة الضوء متر per second،
estimate the propagation time for a pulse length. يا ريت تقول لي الإشارة دي هتوصل بعد مدة زمنية قدرها قد إيه. لو المسافة كانت 1 كيلومتر وكانت 30 كيلومتر. إحنا عندنا في قانون التايم بيساوي الديستانس على السبيد، الزمن بيساوي المسافة على السرعة. المسافة معايا والسرعة معايا، خلاص قسمة مباشرة. المسافة 1 كيلومتر، بس أنا ما بتعاملش بالكيلو، أنا هنا السرعة متر بير سكند، يبقى دي لازم تكون متر كمان. طب 1 كيلو، الكيلو أشيلها إزاي؟ الكيلو أشيلها ب 10 أس 3. يعني 1 ضرب 10 أس 3 فوق، تمام؟ أو 10 أس 3 مباشرة على 3 في 10 أس 8. هنقسم القسمة مباشرة واللي يطلع على طول بالسكند، يعني الرقم ده 3 و3 من 10 في 10 أس سالب 6 سكند. ال 10 أس سالب 6 ممكن أشيلها وأخليها مايكرو. تمام؟ بالنسبه لل 30 كيلو متر نفس القصه، بس هتبقى 30 في 10 اس 3. الموضوع ايه؟ او الزمن هيختلف شويه، فهتطلع معانا ب 100 مايكرو سكند. يبقى الاشاره دي وصلت اسرع مع استخدام مين فيهم؟ اكيد اسرع بعد ال 1 كيلو متر، وصلت بعد 3 مايكرو سكند، لكن 30 كيلو متر اخذت 100 مايكرو سكند. المسافه زادت فالزمن اكيد هيزيد. طب هو ليه بيجيب المساله دي؟ هو بيوضح ان في مشكله. ايه هي المشكله؟ اشرحها بالعربي قبل ما نبدا. اذا كان الجيل الثاني بيقسم زي ما احنا شفنا كده الزمن ما بين الناس، انا عندي فيه مشكله كبيره جدا. هو مش في برج اتصال بيرسل اشارات للناس اللي معاها موبايل وممكن تكون بتتحرك في سياره، وهنا في مثلا برج اتصال ثاني، تمام؟ الاشاره من البرج ده بتصل الى الموبايل، اكيد كل ما انا هبعد عنه الاشاره هتوصلني متاخره شويه، تمام؟ اذا هيبقى عندي مشكله كبيره جدا في التزامن، اللي هي مشكله السينكرونايزيشن. يعني ايه التزامن؟ يعني انا المفروض انا مثلا انا لو انا ثابت في مكاني هنا اهو، الاشاره بتوصلني بعد ثانيه. طب لو بعدت شويه هتوصلني بعد ثانيتين، طب لو بعدت كمان شويه هتوصلني بعد 3 ثواني، يبقى الاشاره كده بتتاخر عبال ما بتوصل، فدي مشكله تزامن بيسموها. جميل. ولذلك هنا بيقول في الجزء ده ذا سينكرونايزيشن بروبلم، مشكله التزامن دي السولفد، تم علاجها ازاي؟ اندر سوفت وير كنترول، باستخدام برامج تتحكم فيه موجوده في الابراج الاتصال. ذا بيز ستيشن، ابراج الاتصال مونيتور، بتراقب زمن وصول الاشاره. ذا تايم تيكن فور راديو سيجنال تو ميك اراوند تريب تو ذا موبايل تيرمينال، بتراقب زمن وصول الاشاره الى الموبايل وارتدادها تاني لبرج الاتصال. ليه؟ طب بتراقبه ليه؟ عشان تكون عارفه دايما مكانه فين، وتحسب دايما الاشاره هتوصلني بعد قد ايه. اديكم مثال برضو على مشكله التزامن في المكالمات الدولي. هتحسوا ان المكالمه بطيئه او الصوت بيوصل بعد فتره وانا بسمعه بعد فتره. ليه؟ كل ما المسافه بتبعد كل ما الاشاره بتوصل متاخره. طيب هل السينكرونايزيشن كانت هي المشكله الوحيده اللي قابلت الجيل الثاني؟ قال لا. قال سينكرونايزيشن واز نوت ذا اونلي بروبلم فيسد باي جي اس ام ديزاينر. امال ايه كمان؟ انذر ديفيكولتي واز از ويز انالوج سيستم ذا كونسترينت اوف ليميتد باندويث، لا زال سعه القناه لا تستوعب عدد المستخدمين الكبير. احنا شركه اتصالات، يهمنا الربح، يهمنا ان انا ازود عدد المستخدمين، وسعه القناه لا زالت ضيقه مش واسعه. انتوا لو اخدتوا بالكم هم لما زودوا قناه الاتصال خلوها كام؟ خلوها 200 كيلو هرتز. طب افكركم بحاجه، هو الجيل الاول كان كل مكالمه فيه بتشغل حيز قد ايه من قناه الاتصال؟ 25 كيلو. ايه ده؟ هو انا لو قسمت عملت ديفيجن ما بين ال 200 كيلو هرتز على 25 يديني كام؟ يديني 8. يعني هم مش اكتر من ان هم دمجوا 8 قنوات اتصال ل8 مستخدمين بس، خلوهم كلهم مع بعض. يعني السعه الشبكه ما زادتش الزياده اللي هي متوقعه، فهم عايزين يزودوها. ولذلك one of the aims، احد الاهداف الجي اس ام انها تزود السعه، increase the capacity of the network. But is this possible؟ يعني طب هل ده متاح؟ Given that there is a link between the bandwidth of the channel and the maximum number of bit per second that can be transmitted، هل هيقدروا فعلا يزودوا سعه الشبكه؟ ليه؟ لان احنا عندنا في مقارنه ظريفه قوي. احنا دلوقتي عدد البيتس اللي بيتم نقلها مرتبطه ارتباط كبير جدا بساعه القناه. يعني انا لو عندي ساعه قناه ضيقه، عدد البيتس اللي هنقلها كل ثانيه مش هيكون كتير. ساعه قناه الاتصال وزودتها شويه يبقى انا هقدر انقل بيتس كتير. طب انا ساعه القناه عندي مش قادر اوسعها، يبقى انت مش هتقدر تنقل بيتس كتير. طب ايه اللي حصل؟ هنعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك طيب احنا هندور على حلول بحيث نقلل الداتا اللي عندنا شويه بحيث اقدر انقلها اسرع. تمام؟ قال instead of sampling the speech waveform in the usual way، in the usual way، يعني بدل ما بنعمل عمليه تجزئه للصوت بالطريقه العاديه، the voice signal is analyzed، يتم تحليل الاشارات الصوتيه. احللها يعني اعمل فيها ايه؟ to drive the features important،
واستخلاص العناصر الهامة في الصوت، تمام؟ عشان يفضل الصوت مفهوم للطرف الثاني، يعني كأن هو بيقول انا هضغط الصوت يا جماعة شوية، هعمل عملية كومبريشن للصوت، بس الكومبريشن ده مع مراعاة ان الصوت، اي نعم انا هعمل له كومبريشن، بس مش هعمل له كومبريشن وما يتفهمش، لا انا هعمله كومبريشن مع مراعاة ان الصوت او الكلام يظل مفهوم، تمام؟ يبقى درايف ذا فيتشر امبورتنت، استخلاص العناصر الهامة لجعل الصوت مفهوم، تمام؟ اند ريكوجنيشن اوف ذا سبيكر، ان انا افهم الكلام اللي هو بيقوله، مش هيضغط الصوت ويضيع منه كلمات فتلاقي الصوت مقطع، لا هضغط الصوت واقلل حجم الصوت فاقدر انقل داتا اكتر، مع الاحتفاظ بجودة او بجودة الكلام وان انا اقدر افهمه عند الطرف الثاني. طب وبعدين قال other facilities made possible through digital techniques، بما ان احنا تحولنا لديجيتال فنقدر كمان اقدر اعالج شوية حاجات. اولا اول حاجة كنت مش قادر اعالجها في الجيل الاول وعالجتها حاليا constant checking for correction of error، ان انا دايما عندي بدل في بيتس بيتم ارسالها اكيد في نسبة خطأ، انا هقدر اصلح الخطأ ده، كلمة correction of errors اصلاح الاخطاء في بيتس بيتم ارسالها في اي قناة اتصال لازم يحصل خطأ، فانا هقدر اعمل correction of errors. continuous monitoring and adjustment transmission power، يعني دايما بيراقب قوة ارسال الابراج من البرج للموبايل والعكس، so as to minimize interference between user، عشان يقلل التداخلات ما بين المستخدمين، دي تعتبر كلها advantage على فكرة. compensation for multi-pass propagation، بيحاولوا يقللوا مشكلة المالتي باس بروباجيشن اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، اللي هو ان الاشارات بتمشي في اكتر من مسار فبتنعكس فبتصل الطرف الثاني متأخرة فتعمل على التداخل، الكلام ده احنا شرحنا المالتي باس بروباجيشن وقلت لكم ده سؤال مهم في الامتحان. انكريبشن فيتشر، مهمة قوي دي بقى، تو امبروف سكيورتي اند برايفسي، في الجيل الاول كان عندنا مشكلة المتسنطين، ان لو حد جاب راديو وقدر يظبطه على تردد القنوات اللي انا بسمع بتكلم فيها يقدر يسمع المكالمة عادي، هنا بدأوا يستخدموا بدل بان الوانز اند زيروز بدأوا يتعاملوا مع انكريبشن فيتشر، يعني وسائل تشفير البيانات لتطوير وتحسين الخصوصية وتأمين المكالمات، دي كلها تعتبر مميزات الجيل التاني. طيب انت قلت لي هنا ان هو بيحاول يعالج مشكلة الفيدنج البهتان وضعف الاشارات، بيل از واز ذا كيس ان انالوج موبايل تليفون سيستم، كما هو كان الحال في الجيل الاول الانالوج، راديو سيجنالز الاشارات المستخدمه ار يوزد ان ديجيتال موبايل تليفون سيستم، الاشارات المستخدمه في الجيل الرقمي اند ذي ار جاست از برون تو بروبلمز اوف فيلينج، هي ايضا معرضه لمشكله ضعف الاشارات. طب هنعمل ايه في الحلقه دي؟ ذا جي اس ام سيستم الجيل الجديد جلوبال سيستم فور موبايل تيليكوميونيكيشن عمل ايه؟ has however introduced a way of compact this problem، ازاي يعني عالج المشكلة دي ازاي؟ عمل ايه؟ as the mobile terminal moves around، اثناء حركة الموبايل في اي شبكة it monitor بيراقب وصول مجموعة من البيتس خاصة جدا، اسمهم ايه؟ اسمهم sequence او اسم reception of a special known sequence of bit transmitted، طيب يعني بيراقب وصول مجموعه من البيتس دايما وهو ماشي، يعني انا فاتح الموبايل بتاعي سواء بتكلم او ما بتكلمش برج الاتصال دايما بيبعت لي رسائل انا مش شايفها طبعا ده بينها وبين الموبايل، تمام؟ عشان تراقب مكان وجود الموبايل وتقدر تحدد مكانه، تمام؟ طب هي البيتس اللي بتوصلني دي بتوصل فين؟ as the central portion of each time slot، موجوده في منتصف، خلي بالكم الجمله دي مهمه قوي، في منتصف كل تايم سلوت، المجموعه من البيتس دي بيسموها تريننج سيكونس، تمام؟ تعالوا ارجعك ورا كده حته صغيره، الرسمه دي بتاعه التايم سلوت اللي هي كانت اجماليها 148 بت، كان منهم 114 للفويس والديتا، هتلاحظوا حاجه في الرسمه التشريحيه دي، قال 57 داتا بت و57 داتا بت، 57 و57 114، طب الباقيين ال 34 قال للكنترول بيربزز، ايه الكنترول بيربزز؟ اهو منهم التريننج سيكونس، بيصلوا فين؟ قال لك في منتصف التايم سلوت، اهي المنطقه دي، المنطقه دي هي دي المنطقه الخاصه بالتريننج سيكونس، البيتس اللي هيتم استقبالها عشان دايما البرج بيراقب مكان وجودي فين فيعرف انا فين مكاني. تاني مره as the central portion في منتصف كل تايم سلوت، اسمهم ايه البيتس اللي بيجي لي دي عشان تراقب موبايلي وتعرف الزمن بيني وبينه قد ايه؟ اسمها تريننج سيكونس، بتيجي في المالتيبل تشويس، تمام؟ بس مش محتاجين هنا منها حاجه تانية. طيب
عالجوا مشكلة تانية، قال لك another measure against fading، ودي مهمة قوي 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 قوي، أحد علاج يعني العلاج التاني، مش بس موضوع التريننج سيكونس هو اللي عالجوا بيه المشكلة بتاعت إن هم عايز يراقبني، أو مشكلة علاج الكومباكت فيدنج. ده عملوا حاجة كمان أقوى، قال عملوا حاجة اسمها الفريكونسي هوبينج. يعني إيه فريكونسي هوبينج؟ هوبينج يعني قفز، القفز من التردد الضعيف إلى تردد قوي. يعني إيه؟ قال جي اس ام allow for the rapid switching، شبكة الجي اس ام بتسمح لكل موبايل بالقفز السريع او الانتقال السريع من احد الترددات الضعيفة لتردد تاني، في موضوع سموه الفريكونسي هوبينج. ده تعريف الفريكونسي هوبينج، يجي في الامتحان يقول what is the frequency hopping، اكتب له التعريف. جي اس ام allow for separate switching from one carrier، من تردد to another، لتردد تاني. طب هو انا هسيب التردد اللي معايا ليه؟ ممكن اكون في خلية، احنا كنا قبل كده في الجيل الاول لو تفتكروا، كنت لما باجي بوصل لحافة الخلية وهسيب المنطقة وهدخل منطقة جديدة، كنت بترك التردد الضعيف واخد تردد قوي. طب دلوقتي عملوا ايه؟ قال لك لا، مش شرط تترك التردد وانت بتسيب الخلية، انت ممكن تكون في نفس الخلية بس نتيجة ان في تداخلات من ابراج تانية من عناصر اخرى، اشارات متداخلة، فالتردد اللي عندك بقى ضعيف. مش لازم استنى لغاية ما تخرج الخلية، انا ممكن اخليك تنقل على تردد قوي وتبعد عن التردد اللي فيه مشاكل في الخلية نفسها. في الخلية نفسها، ده اسمه ايه؟ اسمه فريكونسي هوبينج. برضه من ضمن أسئلة الامتحان، جه سأل مرة قال لهم اكتبوا لي علاجين من علاجات الجيل الثاني في حل مشكلة الكومباكت، البروبلم اوف فيدنج، مشكلة الفيدنج. العلاج الأول التريننج سيكونس، العلاج الثاني الفريكونسي هوبينج. تمام؟ طيب نيجي مشكلة المتسنطين، هيعالجوها ازاي المتسنطين؟ ذا بروبلم اوف ايفا دروبينج were addressed in 2G by the use of subscriber identity model. بدأوا يعالجوها بحاجة اسمها subscriber identity model، اللي هي السيم كارد. ايه ده السيم كارد بتاعتنا؟ السيم كارد ده اختصارها subscriber identity model. مالها السيم كارد؟ ما هي موجودة. قال لا، هم بدأوا يخلوا الشريحة دي شريحة ذكية. بيقول اسم is a small card، ما عارفين ان هو small card، in the mobile terminal، في الموبايل عندي، واقدر اخزن عليها داتا، in which electronic data is stored. احنا كنا زمان بنخزن ارقام التليفونات على الشريحة، كنا بنقول الشريحه تقدر تشيل 200 رقم، وصلوا ل 250 رقم. دلوقتي ما حدش بيخزن على الشرايح طبعا، لان الموبايل بقى قدراته اعلى. some of the data items stored are، وده سؤال لوحده يجي في الامتحان، قال له اذكروا المحتويات اللي موجوده داخل السيم كارد. واحد، اول حاجه the same serial number SSN، وساعات بيسموه integrated circuit card ID ICC ID، اختصار مهم. International Mobile Subscriber Identity IMSI، رقمي تبع الشبكة، بيحمل أيضا Authentication Key، مفتاح للتأكيد على أن أنا من حقي أستخدم تلك الشبكة. تمام؟ Assigned by the Mobile Service Provider، يعني الرقم ده أو Authentication Key ده أنا باخده من الشركة نفسها، الشركة هي اللي بتديلي الموبايل. The Identity of the MSC، ايه الـ MSC ده؟ Mobile Switching Center اللي احنا خدناه في الجيل، في بداية الجيل الثاني في سيكشن 9، هوية الـ MSC. تمام؟ اللي هو أنا موجود فين يعني. تمام؟ آخر حاجة the user's personal contacts، بعض الـ contacts بتاعتي، بعض أرقام التليفونات. دول الخمس حاجات أو الخمس عناصر اللي موجود جوه الـ SIM card، جات عليهم سؤال قبل كده. طيب جه في فترة كده قالوا إيه؟ لأ، الجيل التاني مش مغطي احتياجاتنا، إحنا محتاجين إنترنت. إحنا الجيل التاني لغاية دلوقتي 2G، لغاية إن هو مفيش إنترنت على فكرة. تمام؟ احنا محتاجين انترنت سريع شوية، يعني محتاجين بقى يبقى الموبايل فيه انترنت. فقالوا احنا نعمل تطوير للشبكة دي، التطوير ده سموه 2.5G. ايه 2.5G ده؟ 2.5. قال تعالوا نشوف كده. قال قبل ما يبدأ بس في الـ 2.5G شرح لكم نقطة بتيجي عليها سؤال، وده سؤال الامتحان. What is the essential difference between circuit switched network such as telephone network and the packet switched network such as the internet؟ شبكة التليفون الأرضي اللي بتتعامل مع الإشارات الأنالوج بيسموها Circuit Switched Network. تمام؟ شبكة بيتم تحويل المكالمات فيها بناء على دوائر كهربائية، يعني إشارات مستمرة، Circuit Switched Network. أما الباكت Switched Network، أما الشبكات اللي بتتعامل مع الباكتس دي خاصة بالإنترنت. طب إيه يعني؟ مش فاهم ولا حاجة. أنا هديكم مثال. مكالمة التليفون البيت، أنا لما باجي أرفع سماعة التليفون وأبدأ أقوم بمكالمة، أول حاجة أنا بتصل بالرقم، بحجز خط التليفون، لما برفع سماعه التليفون ابدا اتصل بالرقم، الطرف الثاني يرن عنده التليفون، يرفع سماعه التليفون، شغلنا الخط تماما، محدش هيقدر يستخدم خط التليفون ده طوال المكالمه لغايه ما اخلص المكالمه واقفلها. تمام؟ بمعنى اصح، المكالمه لو اتقطعت لازم انشئها من جديد، ومحدش هيستخدمها الا الاثنين اللي شغالين في المكالمه.
اما في الانترنت لا، انا ممكن اكون فاتح اليوتيوب وكل البيت شغال انترنت عادي. يعني تخيلوا انتوا لو فتحتوا اليوتيوب ما حدش يفتح اليوتيوب او حدش يكونكت على الانترنت تاني غيري. لا ده الانترنت مش كده. طب ليه هو مش كده؟ عشان الشبكه بتاعته باكيت سويتشد نتورك، كل واحد بياخد الدور بتاعه في ارسال الداتا. لكن التليفون الارضي لا، التليفون الارضي واحد بيفتح خط التليفون ما حدش هيستخدمه الا هو. فهنا بيشرح بيقول ان سيركت سويتشد نتورك زي مين؟ تليفون نتورك. ده كانت مالتيبل تشويس، قال لهم اديني مثال على سيركت سويتشد نتورك، شبكه التليفونات. ايه سيركت؟ دايره كهربائيه. السيت اب بيتم انشائها بتوين ذا سندر اند ذا ريسبشن، ما بين المرسل والمستقبل، المتحدث والمتحدث الاخر. اند از مينتيند، ويتم الاحتفاظ بالاتصال ده فور ذا ديوريشن اوف ذا فون كول، طوال المكالمه. ايفن اف نو وان از سبيكينج، حتى لو انا وهو ساكتين الطرفين، السيركت منشأة ومحدش هيقدر يستخدمها. ذا سيركت كانوت بي يوزد فور اني اذر كول، محدش هيقدر يستخدم المكالمه او التليفون ده طوال المكالمه. طب في الباكت سويتشد نتورك زي الانترنت؟ قال لا، الرسائل المسج از سبليت اب انتو باكيتس، بيتم تجزئتها الى باكيتس، وكل باكيت بيتم ارسالها على حده وبالدور، which are sent one after the other from the sender to the reception. Also the path taken by the packets can be the same for all packets. والمسار اللي هيتم ارسال فيه ممكن يكون نفس المسار او المسار بيختلف. دي اجابه السؤال ده اللي هو الفرق بين السيركت سويتشد والباكت سويتشد. طب انت بتشرح لي ده ليه؟ ايه علاقته بالموبايل؟ ده هو كل الجيل الثاني كان كده. تعال نشوف ايه القصه. بيقول لايك ذا بابليك سويتش تليفون نتورك، زي كده البابليك سويتش تليفون نتورك اللي هو البي اس تي ان اللي هو السنترالات، اخذناه في سكشن 9. اند 1 جي، السنترالات وال1 جي كانوا زي بعض. جي اس ام واز ديزايند از سيركت سويتش سيستم. ايه ده؟ الجي اس ام بدايتها كانت سيركت سويتش، يعني ما بتقدرش تنقل، زي ما بتقدرش تنقل غير مكالمات بس. اه فعلا. طيب ده كان مناسب لايه الشبكه بتاعت السيركت سويتش؟ بيقول ذيس واز ابروبريت فور فويس كولز، also acceptable for some sort of text message. يعني ده الشبكة دي كانت حلوة جدا في نقل المكالمات الصوتية وممكن شوية رسائل، ولكن هل ينفع اقدر انقل بيها انترنت؟ قال لا، كانت صعبة قوي. but the limitation of a circuit switch system quickly became apparent، يعني ظهر بسرعة بقى، الناس بدأت احتياجاتها وتطوراتها وطموحاتها تزيد، فبدأت العيوب بتاعته والقيود اللي عليه تظهر بسرعة. when an attempt was to made to offer a more sophisticated data transfer service، لما بدأوا يحاولوا يوصلوا خدمات بقى داتا للناس بما فيها الويب براوزنج via GSM عن طريق ال GSM اللي هي شبكة السيركت سويتشنج. ايه ده؟ طب ما هتبقى مفيش تقريبا، بطيئة جدا، مفيش اصلا. قال users found the service too slow، لقوا ان الشبكة الخدمة بطيئة جدا. تمام، اقصى سرعة نقل بيانات في شبكة ساعتها 900 ميجا هرتز كانت 9.6 كيلو بت بير سكند. يا نهار ابيض، مفيش سرعة اصلا. ولو كانت ترددات مفتوحة شوية زي دول تانية في 1800 ميجا هرتز كانت بتوصل 14.10 كيلو بت بير سكند. يعني عشان افتح صورة حجمها 1 ميجا انا محتاج تقريبا من دقيقة لدقيقتين عشان افتحها بس. طب ده بطيء جدا. طب هنعالج الكلام ده ازاي؟ قال the solution to this problem was to provide an upgrade to GSM. الحل كان ان احنا نطور الشبكة بتاعتنا اللي هي GSM upgrade whereby a parallel network، بإضافة شبكة جديدة. شبكة جديدة؟ was provided to handle data transfer. انشأوا شبكة جديدة موازية للشبكة الموجودة. تمام؟ The upgrade، الشبكة الجديدة دي سموها General Packet Radio Service GPRS، وهي تعمل packet switched. ايه ده؟ يعني شبكة GSM التطور بتاعها 2.5G خلى الشبكة اتنين، واحدة شغالة circuit switched تنقل الصوت، واحدة شغالة packet switched تنقل الداتا، اسمها ايه؟ اسمها GPRS. طب معلش اضافة، شبكة الصوت اللي بتنقلها السيركت سويتش نتورك، مين الأبراج اللي بتتصل بيها؟ كان الأبراج البيز ستيشن وحاجة اسمها الموبايل سويتشنج سنتر. طب الداتا الجديدة، الشبكة الجديدة اللي بتنقل داتا هتتصل بمين؟ بالموبايل سويتشنج سنتر برضو؟ قال لا، فويس ترافيك كونتينيو تو بي هاندلد باي موبايل سويتشنج سنتر. يعني الصوت فظل يتم نقله عن طريق الموبايل سويتشنج سنتر الام اس سي، ولكن الشبكة الجديدة اللي هي جي بي ار اس ظهر في حاجة جديدة اسمها جي بي ار اس سيرفيس نود، اسمها جي اس ان تو هاندل داتا ترافيك، عشان تنقل الداتا. يعني على سبيل المثال لو تعالى نرسمها كده رسمه جديده، هنفترض ان دي خليه، منطقه من المناطق فيها برج اتصال واحد شغال سيركت سويتشد سيركت. تمام، يعني بينقل فويس فقط لا غير. جم راحوا عاملين ايه؟ وطبعا البرج ده متصل بمين؟ متصل بالام اس سي موبايل سويتشنج سنتر عشان ينقل المكالمات. طبعا الام اس سي بيهندل اكتر من برج. قال لك انا هنشئ برج جديد عشان ينقل مين؟ الداتا. تمام،
طيب البرج ده او بيدي خدمة الجي بي ار اس. مين اللي هيتحكم في البرج ده؟ حاجة اسمها جي بي ار اس سيرفيس نود. تمام، فبقى عندي شبكتين، واحدة تنقل فويس واحدة تنقل داتا، دي شغالة سيركت ودي شغالة باكت. تمام، او جي اللي هي واللي بتنقل الداتا زي ما قلنا اسمها جي بي ار اس سيرفيس نود، جي بي ار اس سيرفيس نود او جي اس ان جي بي ار اس سيرفيس نود، ده اختصار يعني جي بي ار اس اختصارها كلها في الجي تو هاندل داتا ترافيك. تمام، ايتش بيز ستيشن ده اللي انا شرحته في الرسمه از كونكتد تو بوس، وكل برج متصل بمين؟ اي بوس اي موبايل سويتشنج سنتر اند از ويز موبايل سويتشنج سنتر ا سنجل جي اس ان ويل بروبلي كنترول داتا ترافيك ان سيفرال سيلز. هيبقى عندي بقى موبايل سويتشنج سنتر والجي اس ان، والبرج عليه ان هو يتصل بمين؟ بالاثنين. جميل جدا. طيب لما عملوا كده السرعه زادت شويه، قال ويز ا جود كلير نير بيز ستيشن، يعني لو انا الاشاره واضحه وما فيهاش مشاكل وجنب برج الاتصال، اقصى سرعه نقل البيانات وصلوا لها 21 كيلو بت بير سكند. تمام، وفي بعض الاوقات لما الانترفيرنس بيزيد بتنزل السرعه ل 9.5 كيلو بت بير سكند. ايه ده؟ ما عملناش قوي يعني، ما زودناش الزياده اللي احنا كنا متخيلينها، احنا كنا 9.14 بقينا 21 وساعات تقل ل 9.5. طب ما فيش جديد. قالوا هنطورها بس قبل ما نطورها يجي سؤال شهير جدا من اسئله الامتحانات بيجي كتير قوي. شبكه الجي بي ار اس الشبكه الجديده دي المستخدمين فيها كان عندهم كم باقه؟ عارفين باقات الباقات اللي احنا بنشترك فيها، باقات الانترنت تبع شركات الموبايل او باقه المكالمات. قالوا هم عندهم ثلاث باقات، باقه A و B و C. بيجي في الامتحان بقى يقول لكم in order to be able to make GPRS service user need to set up equipment mobile terminal، لازم يكون اصلا الموبايل فيه خدمه الجي بي ار اس. طب the terminal register with both voice and data network. تمام، يعني الموبايل بتاعي بقى اصبح لازم يكونكت على الفويس نتورك والداتا نتورك. جميل جدا. طب ايه القصه بتاعتهم السيرفيس بتاعتهم؟ بيقول the most usual arrangement is that the user can have both voice and data switched on. الكلاسز او الفئات بتاعه الجي بي ار اس كالتالي، اول فئه اللي هي الفئه بي. تمام، طبعا هم ما لهمش علاقه بالترتيب اي بي سي. تمام، الفئه الاولى او بي ذا موست يوجوال ارينجمنت ده اللي هي كانت مشهوره جدا، ان اليوزر كان هاف بوز فويس اند داتا سويتشد اون، يعني ان الفويس والداتا الاثنين شغالين، بات كان يوز اونلي وان اوف ذم ات ا جيفن تايم، لكن مش هقدر اشتغل بالاثنين، يعني لو بتكلم في المكالمه الانترنت يقطع، شغال انترنت مفيش مكالمات تجيلي. تمام، الموبايل تيرمينال اللي شغال بالطريقه دي كانت الكلاس بتاعه كلاس بي جي بي ار اس. طيب يعني الاثنين شغالين بس واحد منهم بس اللي يشتغل في الوقت. كلاس A بقى would enable pause voice and data to be used simultaneously، ده لا افضلهم. الاي الاي الفويس والداتا الاثنين شغالين simultaneously مع بعض مفيش حد بيقطع. السي would require the user to switch manually between voice and data، هنا السي ده كان يقدر اليوزر يحول manually ما بين الفويس والداتا، واحد فيهم بس اللي يشتغل. تمام، طب ما برضو عايزين بقى نطور شويه لان كده السرعات مش مناسبه لينا. قال اخر تطوير حصل في الجيل ده كان اسمه ايدج او انهانسد داتا ريتس فور جي اس ام ايفولوشن. الانهانسد داتا ريتس ده كان اتشيف ابروكسيميتلي 3 تايمز از ماكسيمم داتا ريت اوف جي بي ار اس. قدر يحقق التطوير ده، وده على فكره التطوير ده في ناس كانت بتسميه الجيل 2.75 الجيل 2.7. تمام، او 75%. حقق 3 اضعاف السرعه، السرعه كانت 21 تضاعف 3 مرات تديني 64 على طول. تمام، كان اتشيف 3 تايمز ماكسيمم داتا ريت اوف جي بي ار اس. طب الشبكه اتغيرت ولا زي ما احنا؟ قال ويت وايل ستيل يوزنج ذا سيم انفراستراكشر، يعني البنيه التحتيه بتاعتنا كانت هي هي. طب ايه اللي حصل يعني 3 اضعاف السرعه مره واحده؟ ايه عفريت ركبوه؟ قال لك لا، القصه كلها كانت سمبل سوفت وير ابجريد بس مش اكتر. سمبل سوفت وير ابجريد في التعامل مع الاشارات is a complete change of the modulation key technique، يعني قدروا يتعاملوا مع الاشارات بشكل مختلف شويه، اللي هو قدروا يعملوا ايه؟ used to superimpose data on the carrier prior to transmission، بيبدا يحمل الداتا على حامل الاشارات قبل ما بيرسله or from the mobile terminal and the corresponding change to demodulation technique used at the receiving end، يعني عمليات الارسال والاستقبال اتغيرت شويه فقدروا ينقلوا داتا بشكل اسرع. طيب برضو من المعلومات اللي ساعات بتيجي في المالتيبل تشويس، في الجيل جي اس ام البلين جي اس ام استخدموا تكنولوجيا بيسموها فريكوانسي موديوليشن. تمام، الايدج يوز ا فيري ديفرنت سورت اوف ديجيتال موديوليشن. الايدج بقى
بيتعامل مع الديجيتال موديوليشن في معالجه الاشارات، اسمه ايه؟ اسمه فيز موديوليشن، وله اسم تاني وده اللي بتيجي عليه في اسئله ساعات 8 بي اس كي، فيز شيفت كيينج. مش عليكم فهمها قوي، ولكن تبقوا عارفين اسمها ايه، فيز موديوليشن دي اللي هي خاصه بالادج، او 8 بي اس كي. مالتيبل تشويس جت كتير قوي. طيب ممكن اسال سؤال، ايه يعني ده سؤال برضو جاء قبل كده في الاسئله اللي هي كانت رخمه او اسئله طويله، بيقول وات هاز تشينجد ان موف فروم 2 جي تو 2.5 وات هاز ستيد ذا سيم. ايه اللي اتغير من الانتقال من الجيل الثاني للجيل 2.5 وايه اللي فضل زي ما هو ستيد ذا سيم ولم يتغير؟ اولا الجي اس ام سيستم هاز بين ابجريدد تو ديل ويز داتا ترانسفير مور افكتيفلي، فكوننا شبكه اسمها جي بي ار اس، ادي اول تغيير. This has meant that GSN اللي هو GPRS service nodes and associated infrastructure has been added، يعني تم إضافة شبكات جديدة عشان تنقل داتا. وتطوير آخر اللي هو الEdge has used a different modulation schema to increase data rates، وهو من كمان بيطوروا فيه. تمام. In addition mobile terminal that can handle GPRS and were available Edge have had to be designed and manufactured، يعني بدأت لازم في أجهزة كمان يتم انشائها تتعامل مع تكنولوجيا الايدج. طيب كل ده التغيرات، يعني دي كلها تعتبر تغيرات. ايه اللي زي ما هو ما اتغيرش؟ ذا بيزك انفراستراكشر اوف جي اس ام هاز ستيد ذا سيم، البنيه التحتيه زي ما هي، الخلايا زي ما هي، الموبايل سويتشنج سنتر زي ما هو، اند سو اون. ان اديشن ان تي دي ام اي كونتينيو تو بي يوزد، والتي دي ام اي اللي كان بيستخدم في الجيل الثاني هو لا زال يستخدم لغايه الايدج. دي كده سيكشن 10 مهمه جدا جدا جدا، كل حرف شرحته النهارده جت عليه اسئله قبل كده. تمام. واحنا ان شاء الله بنحل امتحانات فاينل هنشوف القصه بتاعه السكشن دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في سكشن 11 3G.